يقول بارك الله فيكم السائل: عندنا امرأة تعالج بالرقية وتخبرك بأشياء غيبية فيك، وتقول إنها تتعاون مع الجن الصالحين، وهي ترقيني بالقرآن وتعطينا عسل وأعشاب، ما حكم العلاج عندها؟ والله يا إخواني، إن العلاج عند هؤلاء الذين لا يعرف عنهم خبرة إنه تضييع للصحة. يعني أنت ستكون حقل تجارب لمن لا يشهد له بعلم، عندهم عسل وعندهم أعشاب، حلتيت وكركم، وكل شوي يطلعون لنا بشيء. الحبة السوداء النبي مدحها وحطوها في كلش، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حبة الرشاد، والسناذير الكركم، كلش في الكركم وبدأ بالكركم. يا إخواني، ينبغي للناس أن يعني لا يعبثوا في أبدان إخوانهم. وأما هؤلاء الذين يدعون أنهم يتعاونون مع الجن الصالحين، فنقول لهم أولا: وش دراكم أنهم صالحين؟ وش دراكم؟ الشيء الثاني: الجن مثل الإنس، هل هو طبيب؟ هل هذا الجن طبيب ولا مثل دحين المرأة هذه عندما أقدمت على العلاج وهي ما عندها خبرة ولا عندها علم؟ الجني جنية اللي تعاون معها مثل. ولذلك يا إخواني، لا تضيعوا صحتكم، اتقوا الله في الصحة، تراها تاج، لا تخربونها عندما ليس لهم علم. وأنتم تعلمون أن الذين يتعاونون مع الجن يسمون عندنا الكهان. الكهان هم الذين تتنزل عليهم الجن. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وش معنى أفاك؟ كثير الإفك والكذب، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فيا أحبابي بارك الله فيكم، لا يخدعكم كثير من الناس اللي رحنا وطبنا والله كل الكلام، وإننا نشاهد ناس من الآن 30 سنة و40 سنة و20 سنة رايحين جايين على هالكهنة ولا استفادوا. بل بعضهم يا إخواني إذا جاي يقول لك نقول لنا وش فيك؟ قال فيني عين وحسد ومس عاشق وسحر كل بذي مجتمعة فيك. الله لو كل ربع الخالد الحس يعني ليه؟ لأن هذا يقول لك في مس عاشق، وذاك يقول لك عين، وذاك يقول. فهو مسكين الآن يظن كل الأمراض ذي أنها فيه، والسبب أنه سلم نفسه لهؤلاء. يا إخواني، عندنا الطب الشرعي النفسي طب يقوم على التجربة، ينتظم له ناس أخذوا على الشهادات، حريصون والله على إصلاحكم وسعادتكم. لا تزهدوا فيهم وتذهبوا إلى هالعجايز والشبان اللي ما يعرف الواحد منهم شيئا من التجارب النافعة، ولا درس علوم طبية مقنعة. اتقوا الله في صحتكم، لا تهدروها. نعم.